نعم. أعمل الله السلام عليكم. ندير له التليفون باش نقول له ولدي هذا الرصاص فين راه. استهزيت مشيت مع شي غلب ديالي واحد شويات سارحهم. ايوا حتى جات الهضره قال لك هاودي راه مداو راه ضربوه راه مداو الوجده. جيت عاود نجري. هما الناس ديال الجزائر قال لك راه ضربوه غير في الخوا غير في الخوا. يا ودي واه ضربوه في الخوا. وجهو مسكين في الخوا. الخوا ريض نديرو غير نديرو غير واحد الهضره. لو كان ضربوه في طرب الجزائر يا نديرو يطيح في الجزائر ولا في المغرب؟ الجزائر. ولكن ما بين الجزائر والمغرب واش راه كاين؟ كاين كاين واحد الفوسي واحد الخندق فوسي فيه 400 عرض و500 غرب. توقف عليه 500 غرب و400 عرض يقدر هذا اللي يكون مصاب يقدر يوطى فيه ويخرج؟ لا نهائيا. لا اللي صحيح ما عايشين بالاراده نتاع الله. الحمد لله. حنا كنا لي واحد 10 شهور زرنا هذا المناطق. وكانوا تيعاودوا لنا الناس اللي ساكنين تما في الحدود. وساكنين حاضرين. تيقولوا في الشمطه. الشرطه. الشرطه. اذا دائما كل سنه تيزيدوا يدخلوا في الحدود ديالنا. وتيديو بعض الاغلام وبعض هذا ديال الفلاح. الضرب دائما يخلطه هما شوف هما هذا مشاكل دائما الاحداث هي اللي تتحاول انها المشاكل الداخليه تصدرها الى المغرب. انا في زياره سابقه واللي مشيت للحدود المغربيه الجزائريه من تقريبا 10 اشهر وقفت على الحقيقه الى جانب قياده الحزب المعيشيه ديال السكان اللي عايشين امام الحدود المغربيه الجزائريه. أقول أن سنعتبر الساكنة هي مجاهدة بامتياز يمكن لها تكون داخلة في لائحة المقاومة من أجل الحفاظ على الحدود وخصوصا في السنوات السابقة اللي كانت تجار الجزائر في كل مرة إلا تضم إلى أراضيها بعض الأراضي المغربية لعادة الفلاحة هذه المنطقة هما اللي تقطنوا في هذه المناطق. كنقول اليوم هذا التصريح اللي سمعنا جميعا الأب ديال الضحية كنقولوا اليوم ان الحدود بدينا تحصنوها عن طريق الان الجدار اللي كان ولا السياج اللي كاين الان على الاقل ولكن اظن انه جاء متاخر لان يعني الشيء كان خصو يكون بدايه السكن. ثم تبعتوا جميعا الفضل ديال المغاربه الحركه الوطنيه على الجزائريين فيما يخص تحرير الجزائر ان المقاومه المغربيه جاهدت إن في الشمال وفي الجنوب إلى جانب الجزائر كذلك الجزائر والمقاومة ديال المقاومين ديالها وعلى رأسهم بن بلا كان يستعملوا الطائرة الخاصة للمرحوم الحسن الثاني آنذاك وهو ولي العهد. كتب المغرب العربي الذي كان يترأس الزعيم علال الفاسي هو الذي حرك القضية من الناحية السياسية. إذا المغاربة آنذاك خصوصا مع المستعمر الفرنسي اللي تنحمله دائما مسؤولية كحزب فيما يحدث اليوم بين المغرب وبين الجزائر من عداوة تاريخية ترك له المستعمر لأنه كان دائما يترك مشاكل فيما يخص الحدود من أجل أن نظل من تابعين للمستعمر. ولهذا احنا في البداية الحركة الوطنية المغربية كان هدفها واحد
ومن بعد استقلال الجزائر الإخوة سيجتمعون معا ما دام أنهم شعب واحد، ما دام أننا كلنا مسلمون، ما دام أن تنوعنا الثقافي هو قوتنا، وسنجتمع كإخوة وكذلك سنرسم الحدود بين البلدين. ولكن مع كامل الأسف إخوة سامحهم الله في الشقيقة الجزائر إذا أخذوا كل ما هو فيه بعض المناطق اللي هي منتجة، مثلا لما تنظروا على تندوف هو أكبر معدن ديال الحديد على مستوى العالم، إذا كل ما كان هناك مقلع من المقالع أو هناك مثلا غاز أو بترول إلا فرنسا تركت إلى جانبها لأنها كانت تظن أنها ستظل في الجزائر إلى الأبد باعتبارها أنها فرنسا الثانية. إذن هذه المشاكل. اليوم ما حدث ويجب على الحكومة المغربية وبسرعة الآن أن تتوجه إلى الأمم المتحدة في جنيف عن طريق حقوق الإنسان لطرح هذا الإشكال الخطير يدخل في إطار الآن حقوق الإنسان. لدائما الجزائر تحاول أن تغرق المغرب في قضايا لا أساس لها من الصحة، وخصوصا خلق فتنة وبالبالة داخل المناطق المغربية في العيون في الداخلة في السمارة في بعض المناطق لإحراج المغرب عن طريق حقوق الإنسان. اليوم هذه واقعة حقيقية على الحكومة الآن وعلى رأس الحكومة اليوم أن يتبنى هذا الملف، لأن هذا مواطن مغربي. لو كان مواطنا في دولة ديمقراطية أخرى لا كانت الأولوية بالنسبة للحكومة ليس هو القانون المالي ولا الزيادة في الأسعار ولا الزيادة في الضرائب، كانت كل هاجس الأول ديالها هو حماية هذا المواطن، لأن حماية المواطن هي حماية لكل المغاربة.